صراحة أنا الفيديو ده اقترحوا لي وطلبوه من الناس كتير، راح أتكلم عن 10 أسباب ممكن تخليك تخش كلية الطب. أنا أحمد صديق طبيب خريج كلية الطب جامعة الخرطوم، لو كان دي أول يوم لك في القناة ما تنسى تشترك في القناة وكمان أضغط على الجرس الصغير ده عشان تجيك الإشعارات من كل الفيديوهات الجديدة. أول حاجة أنا بعتذر، عندي التهاب فشكلي كده تعبان شوية وصوتي ممكن يتغير، فأنا بعتذر عن هذه. الحاجة الثانية أنا عايز أوضحها أنه الأسباب العشر اللي حذكرها دي في أسباب منها قد تكون أسباب مساعدة، يعني هي كسبب وحيد كده أنا ما شايفها منطقية بأن يكون ده السبب الوحيد اللي بيخليك تخش كلية الطب. السبب الأول ده هو السبب بيتبادر للذهن لما تسمع بموضوع زي ده، أنك أنت بتحب الطب. قبل ما نخش في تفاصيل السبب ده أنا عايز أوضح فكرة، فكرة أنك أنت أنا شايف أنك أنت عم تبذل مجهود في حاجة، ده ممكن يكون الدافع بتاع حاجتين. طيب الحاجة الأولى أنك أنت بتحب الرحلة ذاتها، الرحلة ذاتها بالنسبة لك ممتعة، فبالتالي مثلا دراسة الطب دي بالنسبة لك ممتعة. الحاجة الثانية انك تكون في هدف عايز تصل له، هدف هناك، فبالتالي الرحلة ذاتها او دراسة الطب دي ذاتها بالنسبة لك قد تكون صعبة، لكن انت شايف في حاجة قدام انت عايز تصل لها لكن ما حتصلها الا بالطريق ده، فالحاجة دي بتديك دافع انك انت تجتهد في الموضوع ده، فبالتالي عشان تصل للهدف اللي انت عايزه ده. في ناس بس بيحبوا الطب كده، يعني ما قد يكون الحاجة دي قد يكون ما عندها مبرر ذاته. في ناس مثلا والله بيقول لك انا بحب الطب لانه بحب اتعامل مع المرضى، بتحب رعاية المرضى، بتحب التعامل مع المرضى، او بس حاسة انه الطب ده مناسب لشخصيتك او مناسب بالنسبة لك او اسلوب الحياة اللي حتعيشه بالنسبة لك كويس، تحب تلبس اللابكوت مع انه ذات الجزارين ذات برضه بيلبس اللابكوت. المهم يعني بس عندك سبب معين بتحب الطب. هي الحاجة دي ما حاجة كعبة، ممكن تكون دي من اهم الاسباب ممكن تخليك تخش الطب، لكن المشكلة في انه المشاعر دي قد تتغير، يعني انت ممكن تخش الطب او بعد سنة سنتين ثلاثة ممكن تتغير، يعني تلقى نفسك والله بقيت ما بتحب الطب. فبالتالي انك تلا انا شايف انه لازم يكون عندك سبب ثاني بيخليك تخش الطب غير بس انك انت بتحب الطب، يعني المفروض تدرس الموضوع ده دراسة منطقية علمية. في قصة انا لقاني واحد من طلاب الثانوية اللي هو امتحن السنة دي، انا كان عملت فيديو عن 10 اسباب بتخليك ما تخش كلية الطب، فبالتالي هو قال لي يا اخي انا والله انا مقتنع بالطب شديد لدرجة اني ما عايز احضر الفيديو بتاعك ده، انا خلاص مقتنع. فبالتالي انا الفيديو بتاعك ده اصلا ما حضر اصلا. دي ما هي كعبه، لكن بس انا بتمنى انه الواحد يكون قرار مبني على اسس علميه اكثر من انه اسس عاطفيه. الحاجه بتقودنا للنقطه الثانيه، انك انت عندك هدف عايز تصل له، عندك هدف عايز تكتشف حاجه جديده، عايز تصل لعلاج لمرض معين، عايز تبقى يوتيوبر مثلا زي كده، تشتغل في WHO او منظمه الصحه العالميه، عايز تشتغل في وزاره الصحه. المهم اي حلم انت عايز تصل له فبدا بيديك دافع لانك انت تخش كليه الطب، فبالتالي انت عشان تصل للهدف بتاعك ده المفروض تخش كليه الطب. دي بالنسبه لك عباره عن مرحله عشان تصل لحاجه معينه. في ناس مثلا عندهم امراض معينه في العائله او بيعاني من مرض معين، مثلا بيعاني من مرض مشكله في القلب مثلا، طيب يقول لك والله يا اخي انا عايز اتخصص في القلب عشان مثلا اشتغل على الحاجه دي، لان الحاجه دي انا عانيت منها شخصيا، فبالتالي انا عايز يعني اشتغل فيها او اكتشف فيها حاجه او كده. هي الحاجه دي قد تظهر لك انها تيزي وكده، لكن بجد ممكن تكون دافع قوي لانك انت تخش كليه الطب وتنجح كمان. السبب الثالث، ورغم الحياة اللي بنسمعها عن الاعتداء على الأطباء والمشاكل اللي حصلت لهم وعدم تقديرهم كده، لكن أنا أفتكر أنه لسه في السودان الطبيب عنده مكانة اجتماعية عالية. أيوة أنا صح ما اشتغلت في مستشفى وكده، لكن في مدة الأربع سنة اللي عديتها في المستشفيات دي في فترة التدريب لقيت مرضى كتار، فالناس دي بتحترم الطبيب وبتشوف عنده مكانة اجتماعية عالية، حتى وسط أهلك بيقول لك مثلا الدكتور جاء الدكتور مشى، هذه مصدقة محمدة ما عارف، كل شيء ما بين الطبيب عنده ثقة في المجتمع، عنده مكانة اجتماعية عالية خصوصا في السودان. لكن على الجانب الثاني ممكن حاجة تبقى تشغيلة، يعني مثلا انك تقول رايك في اي حاجه ولا هي اخذ كلام يقوله دكتور ما عارف شنو. الحاجه الرابعه انك سهل جدا انك تلقى وظيفه كطبيب. الطبيب بعد ما يتخرج مباشره ويقضي فتره الامتياز، يقضي فتره الامتياز والخدمه حتلقى وظيفه، حتلقى وظيفه. انا بفتكر انه في حوجه كبيره جدا للاطباء، وكمان الحوجه للاطباء انا بفتكر انها زايده، فما حتعاني زي باقي الكليات الثانيه انك تلقى وظيفه. وبيني وبينك كده الحاجه خاصه لكن بالنسبه للسودانيين، انك انت لو في تصنيف الخدمه الوطنيه صنفوك 37 وبعد ذاك جيت تقضي الخدمة الوطنية ما حتخش معسكر زي باقي الكليات الثانية. الحاجة دي في الأطباء ما في، لكن بياخدوا السنة كاملة خدمة وطنية، فإنت لو بدأت تتهرب من المعسكر دي طريقة كده لأنك إنت تتهرب من المعسكر. نقطة الوظيفة دي بقضنا للنقطة الخامسة اللي هي الكاش. أنا مقتنع عن فكرة تخش طب من أجل المال فقط دي
فكرة فاشلة تماما. لكن أنا بتكلم عن المدى البعيد، يعني مثلا بعد 20 سنة من التخرج أنت كطبيب حتكون عندك راتب عالي، خصوصا لو كنت متخصص عندك تخصص دقيق. لو قد مثلا تفتح لك عيادة تلقى منها قروش، أولادك حيعيشوا حياة كويسة، لكن أنت شبابك حيكون ضاع للأسف. لو ده أسلوب الحياة اللي أنت عايزه وفورت، لو عايز بس عشان قروش بس مش شوف تجارة شوف أي حاجة. السبب الأساس والحاجة الكويسة في دراسة الطب تقريبا في كل الجامعات السودانية الدراسة بتكون باللغة الإنجليزية، فبالتالي أنت ما حيكون عندك مشكلة إنك أنت تواصل تعليمك برا السودان. فأنت لو عايز تطلع برا السودان تتخصص برا السودان أو تشتغل برا السودان، الحاجة دي حتساعدك. أنا شايف إنه يعني لو عايز تمشي أمريكا أو عايز تمشي بريطانيا أو عايز تمشي مثلا حتى لو عايز تمشي دول الخليج، الحاجة دي ما صعبة. أنت كطبيب ممكن تطلع برا السودان عادي. فأنت لو عايز تكمل تعليمك برا السودان أو عايز تشتغل برا السودان، الطب بالنسبة لك قد يكون تخصص جيد. فلو خدت الفكرة دي في راسك إن شاء الله ممكن تعملها، يعني تطلع برا. الحاجة السابعة إنك أنت عندك كمية كبيرة جدا من التخصصات ممكن تتخصص فيها. أنت خشيت كلية الطب، بعد ما تتخرج محتاج إنك تتخصص لو حابب، فعندك كمية من التخصصات متاحة قدامك. ممكن بجد تشتغل كمية من البحوث وتقدم للبشرية، تعمل حياة عظيمة وتكتشف اكتشافات عظيمة في الطب، لأنه هو دائما متطور ومتقدم لقدام. فوق كمية من التحديات اللي لسه الناس ما عرفتها، أو الأمراض اللي لسه الناس ما اكتشفت لها علاج، أمراض الوراثية، أمراض الشيخوخة، حاجات كثيرة لسه على المجال ذكرها، لكن ممكن نعمل فيها فيديو لقدام. السبب الثامن أنا بفتكر أنه مهم شديد نوعا ما أنك أنت بتحب العلم. بتحب العلم يعني شنو؟ يعني مثلا في الثانوي بتحب أنك تقرأ كيمياء، تقرأ الأحياء، الفيزياء، بيجي فيها دريات عالية وبتستمتع انك تقراها. فانت لو عندك مشكلة في المواد في الغالب انك انت ما عندك رغبة في المواد العلمية دي، فبالتالي احتمال كبير انه ما يكون عندك رغبة في دراسة الطب، وعندك رغبة في انك تعرف اكثر عن جسم الانسان، بيشتغل كيف، التفاعلات الكيميائية اللي بتحصل فيه، الحياة دي كلها، شغف، عندك شغف شغف شغف. يعني هسه انا بعرف ناس اصحابنا بيقول لك انه انا لما امسك كتاب للطب بكون مبسوط وفرحان وكده وبستمتع بالعلم، انا بستمتع ان انا جاهل وبتعلم. الحاجة التاسعة يمكن حاجة ده شرطلها في الفيديو اللي فات، أنه الطب غير علم محتاج لمهارات تانية، مهارات مثلا مهارات بتاع التواصل، مهارات بتاع تنظيم الوقت، مهارات بتاع التعامل مع الحالات الحرجة، تعلم مهارات القيادة، تعلم كيف تشتغل مع فريق بتاع عمل، تعلم كيف تعمل بحث علمي. الحاجات دي كلها بتعلمها أثناء دراستك في كلية الطب. فإنت المهارات دي لو ما عندك فإنت تحاول انك تكتسبها، ولو نجحت انك تكتسب الحاجه حتساعدك في حياتك عموما. يعني مثلا زي تنظيم الوقت، دي حاجه مهمه شديد في حياتك، محتاج تنظيم بتاع الوقت عشان انت تقدر تعيش حياتك معه بطريقه كويسه. الحاجه الثانيه ودي واحده من الحاجات اللي انا مهتم بها عموما، موضوع التثقيف الصحي، انك توعي الناس اللي حولك عن الامراض والمفاهيم المغلوطه اللي هي منتشره في المجتمع. يعني انت تعيش حياه جميله وغيرك يعيش حياه جميله، يعني خالي من الامراض والمفاهيم المغلوطه. السبب الاخير وانا بالنسبه لي هو انا ما شايفه مقنع، لكن فكره انه والله انا حاخش طب لانه انا ما عندي حياه ثانيه اخشها، دي الكليه الوحيده اللي لقيتها متاحه بالنسبه لي، وانا مثلا جبت درجه عاليه فبالتالي خلاص اخش كليه الطب. حاجه قائمه على الاحتمالات، يعني ممكن تنفع معك وممكن ما تنفع معك. كثيرين من الناس بيخشوا الكليات معينه بالطريقه دي، ما بس الطب، تخلي خياراتك مفتوحه اكثر، يعني فكر ثاني، ممكن تلقى حاجه انك انت بتحبها اكثر من الطب، ما معروف ما زول عارف. كلية الطب ما بتنفع يدرس اي زول، كل زول عنده اسبابه اللي بتخليه يستمر فيها واللي بتخليه يقف فيها. فانت خلي خياراتك مفتوحه بحيث انك انت تشوف الكليات الثانيه، ممكن في كليه تكون انت عندك فيها رغبه اكثر. نقطه اخيره عايز اوصلها وكررتها كثير النقطه دي، فكره انك انت عايز تخش طب بس لمجرد القروش او بس لمجرد المكان الاجتماعي، الحاجه بالنسبه لي انا شايفها ما حاجه كويسه. يعني الحاجات دي المفروض تكون حاجات مساعده لأسباب تانية ممكن تخليك يعني تحفزك لأنك تخش طب، لكن ده ما يكون سببك الأساسي، لأنك أنت لو خشيت للسبب ده في الغالب حتحبط، خصوصا مثلا المكان الاجتماعي دي حتعود عليه. يعني خلاص طبيب دراستك للطب الخمسة ولا ستة سنة دي طبيب دكتور 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 لحد ما تخرج ذاته شنو؟ اسمها ذاته ما بقى رنان خلاص. يعني أنا برضه عملت فيديو كان سميته هل الطب ماسورة، كلمت فيه عن المساوئ او الاسباب اللي تخليك تخش كلية تانية غير كلية الطب. فبالتالي انك انت عندك بيكون عندك نظرتين شخصية للموضوع ده، فبالتالي انت بعدك تتخذ قرارك. يعني انا ما حتخذ لك قرار ولا تجيني بعد كم سنة تقول لي والله يا اخي انت ضيعتني لاني انا ما خشيت الطب او خشيت الطب بسببك. القرار قرارك انت في النهاية، انت بتاخذ رأي. انا زول تخرجت من كلية الطب وعند تجربة حكيت عليك كلامي ده، خليه كراي وابني عليه حياة تانية، وبعد ذاك في النهاية انت اتخذ قرارك، انت قرار بخصك انت، حياتك انت، ما حياتي انا ولا حياة اي زول تاني.
برضه انا اقدر اقترح لك انه كان مثلا انت بعد حطيت الفيديوهين اللي عملتهم عباره عن 20 نقطه انا عايزك تبدا منهم مش تنتهي بهم، عباره عن نقطه بدايه وليس نقطه نهايه. هنا الفيديوهات دي بتعطيك تفتح لك افاق كيف تبحث عن الموضوع بتاع دراسه الطب ده، وبالتالي اي نقطه انت بتحللها بجوجل تسال منها ناس ذو خبره كده بعدك تصل للقرار اللي انت عايزه. بكده الفيديو بتاعنا بتاع الليل انتهى. اول حاجه بعتذر لو كان في اي مشكله في الصوت بتاعي، الساعه 5 صباحا انا شويه مرهق وتعبان، فانا بعتذر لكم. اشكركم كثير على المتابعه واتمنى لكم التوفيق. لو استفدتوا من الفيديو تعمل له لايك، كمان تعمل له شير خصوصا للناس اللي عندها فكره انهم هيستفيدوا منه، طلاب شهاده ثانيه او طلاب ثانوي. ما تنسوا تشتركوا في القناه وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم للمتابعه، مع السلامه.